أنا الآن ضاغط على المكابح. مشكل 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 مشكل. فقط سيطري أصدقائي. الكاريتس ستحدث في أي لحظة الآن. بعد يوم شاق من العمل حان وقت النوم والاستراحة. اشتقت لك يا أيها السرير الجميل، برغم من أنك متسخ لكنك مريح. السعر النش مبكر اليوم. نمت كثيرا، 12 والنصف. مشكل، تأخرت على العمل، علي الاستراحة والذهاب للشركة، شيء لا يعقل. كان علي الدخول مع 9 صباحا، نمت ما يقارب 12 ساعة، شيء لا يصدق. أتمنى من البوس أن لا يطردني، وأنا متأكد أنه لن يطردني، لأنني كسبت ثقة. قمت بالعديد من الأعمال، خاصة وأغلب الأعمال التي فعلتها كانت ناجحة. وصلنا للمنطقة بسرعة البرق. تطلب مني الأمر ما يقارب النصف ساعة لكي أصل للمحل. جيد، نبدأ العمل مع الواحد مساء. في الحلقة السابقة اشترينا شاحنة الفونتوم، كان ثمنها 20,000 دولار. في هذا المقطع، بعدما ربحنا المليون دولار التي أرسلها لنا صديقنا رون بعدما قام ببيع تلك السلاح، سنشتري شاحنة بيكر، وكذلك سنشتري شاحنة الباراكس. اخترت أكتيف في الفونتوم وسنستعملها في أحد المهام السهلة. أسهل مهمة بعد ستولن كارز ديليفريز هي هذه الخاصة بتشيلياد لوجين ديليفري. لهذا السبب سنقوم بحمل تلك اللوجينز. اخترنا شاحنة الفونتوم، وفي المرة القادمة سنختار الشاحنة الأخرى. نسيت صراحة ما اسمها، هي ثاني أفضل شاحنة في لعبة جتا إف 5 بعد شاحنة الباراكس. شاحنة الباراكس هي رقم واحد. لن أكذب عليكم يا أصدقائي، لم أكن أتوقع أن علي الصعود لأعلى جبل في جتا إف 5 لكي نستطيع القيام بهذه المهمة. من الجيد أننا اخترنا شاحنة الفونتوم. ببساطة شاحنة الفونتوم المحرك فيها قوي جدا. ابتعد ابتعد عن شاحنة الطريق، ابتعد، لا أريد أن أقتلك أيها الهايكر. شاحنة الفونتوم كما ذكرت لكم محركها قوي، ستستطيع الصعود في هذه المناطق الوعرة بدون أي مشاكل. غيرت منح الطريق لكي أحصل قليلا على الأكسيريشن، وبهذا لا أستبعد أننا سنستطيع الصعود في هذا المكان. هذه هي المنطقة الوعرة الوحيدة تقريبا، وبعدها سنصعد بلا مشاكل. ممتاز ممتاز، فعل شوية يا حبيبي. معكم ياس بليس، المحترف في سياقة شاحنات جي تي اف 5. بعد وصولي هذا المكان أعتقد سأتوقف وسأعود قليلا للوراء، لأنني سأحتاج الأكسيريشن لكي نصعد في هذه المنطقة. هي منطقة صعبة شيئا ما. هيا توقفي أرجوكي. ممتاز. مشكلة هذه الشاحنة الوحيدة، شاحنة الفونتوم، هو أن المكابح فيها سيئة جدا. إذا عادت بكم للوراء من الصعب عليكم التحكم فيها. نستمر في سياق عادي في هذه المناطق برغم من أنها وعرة شيئا ما على الشاحنة. أعتقد هنا المحرك سيفشل. نعم نعم نعم، فشل محركها. واو، أحسنتي أحسنتي. هيا شاحنة الهولر. ممتاز ممتاز، افعليها. جميل 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 جدا، الحمد لله صعدنا في تلك المنطقة. كانت وعرة شيئا ما لكنها فعلتها صراحة. عليكم فقط ملء المحرك. نحاول الصعود من هذه المنطقة السهلة شيئا ما. أحسنت. هي 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 أكسيريشن يا حبيبي. جميل 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 جميل. لو لم نختار هذه شاحنة الفونتوم واخترنا الشاحنة الأخرى الخاصة بالهولر، لما استطعنا أصلا الصعود في هذا المكان. هنا مع الأسف طريق ضيق شيئا مع الشاحنة، يجب علينا تكبيرها. واو، رأسها كبير، علينا تكبير الدورة بهذه الطريقة. أحسن أحسن أحسن، جيد. أنا أتساءل كيف سنستطيع إنزال ذلك التريلر من أعلى جبل في جتا إف 5. ها نحن اقتربنا من الوصول للقمة. نسوق في هذه الأثناء بالفيرست بيرسون. جميل، ثيرد بيرسون. أحسننا. هيا 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 هيا، أكسيريشن. بقيت فقط هذه المنطقة هي السهلة بالنسبة لك يا أيتها الشاحنة. أسرعي أسرعي يا شاحنة الفونتوم. وها نحن وصلنا لمنطقة تريلر. ها هو تريلر مملوء بالحطب. مهمة الصعود هي أصعب بكثير من النزول. نحن سنحاول الآن رفع ذلك التريلر. أحسننا، رفعنا. طلبوا منا أن نأخذ الكارغو للديستينيشن. أين هي هذه الديستينيشن؟ سنأخذه لمعمل الخشب. طريقة النزول أتوقع بأنها لن تكون صعبة كثيرا. الصعود أصعب بكثير. أنا الآن ضاغط على المكابح. مشكل 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 مشكل. فقط سيطري أصدقائي. الكاريتس ستحدث في أي لحظة الآن. تخيلوا أنني ضاغط على المكابح بكل قوتي. واو 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 واو، الشاحنة نازلة نازلة. يا يا جيد جيد، الحمد لله هنا استطعت إيقافها. نضغط قليلا فقط على الأكسيريشن. سأقتل هذا الكوغر كذلك كي لا يقتل الناس. ممتاز، دمرته وعصرته. هيا 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 هيا، نمر ببطء. المهمة الصعبة فعلناها بنجاح، وهي مهمة الصعود. أما بالنسبة للنزول سننزل إن شاء الله بلا مشاكل. جيد 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 جي. هيا ممتاز. إذا فعلت هذا التحدي سأكون سائقا محترفا للشاحنات. معلومة تقول أننا سنصل للمكان في الليل. الساعة الآن فإن 7 مساء. واو، هنا كيف سأدور في هذه المنطقة الضيقة جدا؟ يجب توسيع الدورة. بالنسبة لعشاق الشاحنات سيعرفون هذه الأمور جيدا. علي تكبير الدورة، وبرغم من أنني كبرت الدورة
لم أستطع دورانها بالطريقة الصحيحة. مشكل، سأفقد ذلك التريلر ولا أستطيع أصلا العودة للوراء الآن. لقد علقت، أعتقد بأنني سأغامر يا أصدقاء. نعم سأغامر وسأنزل من هذه المنطقة الصعبة لأنها لا يمكنني. فقط السيطرة، فقط السيطرة. هي المكابح، سأفقد التريلر. جي واو، أعدتها، أعدت السيطرة عليها. شيء لا يصدق، أنا الآن ضاغط بكل قوتي على المكابح وبالرغم من هذا لم أستطع التحكم فيها. لا يعقل، سنموت، الكارثة ستحدث في أصدقاء في أي لحظة الآن. مع الأسف علي التحكم الآن في الشاحنة وإعادة مرة أخرى للحصول على ذلك التريلر. الكارثة التي خفنا منها لقد حدثت، إنه هو التريلر. التريلر سبقني ونزل أصلا. انقلب التريلر المسكين، علي إعادة قلبه. الحمد لله، هيا عد يا أيها التريلر. فقط ابقى هناك، سينخفض راتبنا كثيرا. الكارثة التي خفت منها حدثت مع الأسف. على الأقل قربنا التريلر من معمل الخشب. هاو يا أصدقاء، قطع الحطب كثيرة جدا في هذا المكان. نعيد قلب هذا التريلر فقط وسنحمله بلا مشاكل. انقلب أرجوك. جيد، أحسننا. شيء لا يصدق، أن الكارثة لم تكن كارثة عويصة جدا. الآن علي تكبير الدوران بهذه الطريقة. نعيد الدوران مرة أخرى. جميل، هيا مررت. أصبحت سائقا محترفا. إذا أعجبتكم طريقة سياقتي برغم من أننا قمنا بالكارثة ولكن الكارثة لم تحل، شاحنتنا لم تتدمر كثيرا، وهذا أمر مميز جدا ورائع، واختصرنا الكثير من الوقت. سنوصل السلاح الآن مبكرا، الساعة الآن 8:15 فقط. لو مررنا من الطريق العادية لما وصلنا مبكرا. أعدكم أننا كنا سنصل في 10 ليلا وليس في 8:30. وتمت المهمة بنجاح. صراحة هذا التحدي صعب جدا، أصعب تحدي قمت به لحد الآن مع تريفر سائق شاحنة هو هذا التحدي. وفي الأخير ربحنا فقط 20,000 دولار. كنا سنربح أكثر من هذا المبلغ بكثير، لكن شاحنة تدمرت. شاهدتم كيف أصبحت حادثة النزول خفضت البيمنت كثيرا. ولا أستبعد أن خياري خاطئا وأن شاحنة الفونتوم لا يجب عليكم أخذها لجبل ماونتشيليان، لأنكم ستعانون كثيرا لكي تصعدوا لقمة الجبل. وصلت للمحل البارحة، ذهبت نمت مرة أخرى، استرحت قليلا. الساعة الآن فإنها 6:30 فجرا. وبعد إنهائنا تحدي تشيليارد لوجين ديليفري كنا سنربح 50,000 دولار. بعد ما تدمرت شاحنتنا ربحنا فقط 20,000 دولار. أود القيام بهذه ستيل كلاسيفايد فروم ذا ميليتاري. معلوماتي تقول أن هذه المهمة ستكون خطيرة جدا، فيها الكثير من الأكشن، لهذا السبب سنتركها حتى مقطعين آخر. أغلب هذه المهام التي فيها 500,000 دولار هي خطيرة، فيها العديد من الأكشن. وفي هذا المقطع أريد فقط تجربة الشاحنات الجديدة، لهذا السبب سنقوم بهذا التحدي الخاص بالفاين وود لايت 10,000 دولار. يعني أن المهمة لن تكون صعبة أبدا، ستكون سهلة. وبعدها سنختار شاحنة البارك وسنقوم بهذا التحدي الذي ثمنه 40,000 دولار. بالنسبة للشاحنة سنغير من الفونتوم للبيكر، وهذه هي شاحنة البيكر. بالنسبة للشباب الذين لا يعرفونها هي أقوى بكثير من الفونتوم. أعتقد أن هذه هي الشاحنة التي ستصلح في جبل ماونتشيليان. عندي تساؤل، هل نستطيع إضافة الأبجريد لها؟ أوتو أبجريد؟ أضفت الأوتو أبجريد، لكن لا أعتقد أن يمكنكم إضافة أبجريد لها لأن العجلات لم تتغير ولم يحدث للشاحنة أي شيء. لن أكذب عليكم، بعد تجربتي لهذه الشاحنة جيدة في الهاندلين، المكابح فيها سيئة شيئا ما، أما من ناحية السرعة رائعة جدا، محركها قوي. هل سمعتم صوت محركة؟ رهيبة، وفي إمكانكم القيام بهذه الدورات بسرعة خيالية جدا. لو عرفت هذا لاخترت هذه الشاحنة لكي نوصل ذلك الحطب من أعلى جبل في جي تي اي 5. اقتربنا من الوصول للمنطقة، أريد أن أظهر لكم فقط قوة محرك هذه الشاحنة. شيلو، نستطيع الصعود في هذه المناطق بسهولة تامة. واو، شاحنة قوية جدا، أدهشتني من ناحية الصعود وتصعد بسرعة كبيرة، وهذا ما أدهشني فيها. مشكل، لقد أخطأت، يجب علينا الذهاب من تلك الطريق. حسنا، جميل، بل علينا الذهاب من هنا لأن السلع التي سنضعها بالقرب من الهوليوود. لا أستبعد أنهم يريدون تعديل علامات الهوليوود، لهذا السبب احتاجوا لهذا تريلر. كعادتنا نقوم باستراتيجيتنا. جميل، هل أخطأت؟ لم أضعها في المكان المناسب، وضعتها في المكان المناسب الآن. جميل جدا، حصلنا على 10,900 دولارات، أعطونا 900 دولار كابونيس، لأن ثمن هذه المهمة هو 10,000 دولار فقط. شاهدوا كيف سأصعد في هذه المنطقة الوعرة.
صعدت بسهولة تامة. إذا بدأتم أنتم كذلك سلسلة تريفر سائق شاحنة في جي تي اي 5 ووصلتم لمهمة حمل الحطب من أعلى جبل في جي تي اي 5 فأنصحكم أن تستعملوا هذه الشاحنة. عدنا مرة أخرى للمحل بما أننا قمنا بتلك المهام بسرعة كبيرة جدا. الساعة الآن 10 صباحا فقط. واو حطمت رقم قياسي في السياقة السريعة. الآن لحظة الحقيقة سنجرب شاحنة الباراكس وهي أفضل شاحنة يمكنكم استعمالها في هذه المهام وسنختار البونسون باي سوت ديليفري. الأرباح 40,000 دولار. هاي شاحنة الباراكس. هي هذه الشاحنة العسكرية شاحنة مدهشة جدا صراحة خاصة فقط بالعسكر. أتساءل الآن هل أستطيع إضافة الأبجريز لها أم لا؟ لا يمكن مع الأسف إضافة الأبجريز لها وهذا يعني أنكم تستطيعون استعمال فقط الشاحنات الموجودة في سينجل بلاير وليس الشاحنات القوية الموجودة في الأونلاين لأن الأونلاين عندنا عدد هائل جدا من الشاحنات المدمرة والخطيرة. بالنسبة لشاحنة الباراكس هذه الشاحنة العسكرية رائعة من ناحية سبيد من ناحية الأكسيريشن الهاندلين المكابح فيها لا بأس بها برغم من أنها ليست قوية كثيرا مكابحها أفضل من باقي الشاحنات التي جربناها. في هذه المهمة أرسلونا للمطار حصلت على 3 نجمات مع الأسف. بعد سرقة تلك السيارات في الحلقة السابقة الحراسة مشددة كثيرا على المطار. من الجيد أنني اخترت شاحنة الباراكس. الآن علي الهروب من رجال الشرطة. نكبر الدورة لكي نخرج. هيا 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 يفتحوا الباب. جميل من الذكي صراحة استعمالي لهذه الشاحنة شاحنة الباراكس. دردر من هناك يا السلام شاحنة الباراكس مدهشة جدا في الهاندلين. كيف ستستطيعون رجال الشرطة إيقافي وعندي شاحنة عسكرية؟ نمر في الطريق المعاكس. ابتعدوا 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 أيها السيارات. ضربت تلك السيارة فطارت نهائيا. بما أنني كدت أن أهرب من رجال الشرطة ولا أريد إنزال صراحة هذه الشاحنة هنا لأنها ستتدمر لهذا السبب سأحاول. أوه هناك سيارة جيب. سأسرق سيارة جيب من هذا الشخص. هيا هيا أسرع أسرع وبعدها سأدخل داخل من ذلك النفق. لازال بعد رجال الشرطة لم يروني أشاهدتموهم. شيء خيالي صراحة. بما أنهم لم يروني سأستمر في السياقة مباشرة. أوه هناك رجل الشرطة ظهر أمامي. علينا الطوران بسرعة. لم يراني لم يراني. جميل 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 جميل. سأضرب مرة أخرى هنا. خدعتهم. حسنا سندخل في هذه المنطقة. هؤلاء العمال لن يشكوا في. اوه هربت منهم هربت منهم. هربنا منهم من دون ان ندخل لذلك النفق. هذه الحاويات هي حساسة كثيرا. اذا اصابوكم فقط برصاصة او رصاصتان ستفشلون في المهمة. لهذا السبب لم اريد المغامرة والقفز. بالفعل الشاحنة العسكرية رائعة ليست عليها اي شوائب. المشكل فقط في التريلر. ذلك التريلر هو حساس كثيرا. هذه المهمة اخذت منا العديد من الوقت. بدأناها منذ 11 صباحا تقريبا. وسننهيها الآن في 5 مساء. ابتعد يا أيها الكلب تستحق ما حدث لسيارتك. أوه لا أستطيع المرور. نعم لا يمكنني إدخال الحاوية من هذا المكان. سنعود للوراء ببطء. جميل 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 جميل. توقفي يا أيها الغبية. تذكروا معي لا يجب الدخول من تلك المنطقة. هي ضيقة كثيرة على الشاحنة. بل علينا الدخول من هنا. نعم هذه المنطقة هنا هي واسعة. هنا مكان واسع ورائع. سنضع التريلر. جميل جدا رابحت 10,900 دولار فقط. كان ثمن هذه المهمة 40,000 دولار. بما أنني أصبت شيئا من التريلر بالدمج بسبب رجال الشرطة وكذلك بسبب الخطأ الذي فعلناه انخفض البي أوت. سأعود الآن لمقر العمل لكي أركن الشاحنة وبعدها سأتجه للمنزل أنام وأستريح. بقيت فقط حلقتان الحلقة القادمة والحلقة التي تليها وسنختم سلسلة تريفر سائق الشاحنة. سأكتفي فقط بهذا في هذا المقطع ومع السلامة يا أصدقائي.